الرئيس التركي قال انه سمع التسجيلات للجميع والجميع اتصدم، والصدمة شملت زي اردوغان اللي بيقول، والصدمة شملت حتى مسؤول المخابرات السعودي اللي اول ما سمع التسجيلات قال اكيد اللي عمل كده كان شارب هيروين. ننتظر بفارغ الصبر كشف الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي. ولي العهد الأمير يقول للممثلين لي سأكشف عن ملابسات الحادث وسأفعل ما يلزم حيال الأمر، ونحن ننتظر بفارغ الصبر ذلك. دي وكالة الأناضول. التسجيلات كانت كارثة بحد ذاتها، حتى أن ممثل الاستخبارات السعودية عندما استمع للتسجيلات قال ربما تعاطى القاتل الهيروين. ده ممثل الاستخبارات السعودية، لا يفعل هذا الأمر إلا من تعاطى الهيروين. وعند تكرار أحد الصحفيين سؤاله عن ردة فعل ضابط الاستخبارات السعودي، ده تقريبا حوار تم بين أردوغان وبين الإعلاميين في الطيارة الرئاسية وهو راجع من فرنسا، وعند تكرار أحد الصحفيين سؤاله عن ردة فعل ضابط الاستخبارات قال أردوغان: نعم الرجل صدم عند استماعه للتسجيلات، ثمت حقيقة صادمة بهذا الحجم. وعند سؤاله حول ردة فعل القادة الذين استمعوا للتسجيلات قال أردوغان: انطلاقا من ردود أفعالهم أحسست بانزعاجهم الشديد من هذه الجريمة، شاهدت ذلك في السيد ترامب والسيدة ميركل والسيد ماكرون. هو بالنسبة للهيروين الوحيد اللي ظهرت عليه ملامح الهيروين قبل كده في السعودية بوضوح كان طلمون شار. مؤلم جدا لجميع السعوديين، خاصة لأن المواطن سعودي. هذا الإجراء المطلوب أن تعمل أي حكومة يقع شيء مثل هذا الأمر، وهذا الشيء مؤلم فيها. استغلال هذا والعدالة في الأخير سوف تظهر. مؤلم جدا لجميع السعوديين، خاصة لأن المواطن سعودي. هذا الإجراء المطلوب أن تعمل أي حكومة يقع شيء مثل هذا الأمر، وهذا الشيء مؤلم فيها. استغلال هذا والعدالة في الأخير سوف تظهر. يعني دي كانت الحتة الوحيدة اللي ربطت حد بالهيروين على ذكر مسؤول الاستخبارات السعودية اللي قال له أكيد اللي عمل العملية دي شارب هيروين. هو أكيد اللي عمل العملية دي احتمال يكون شارب هيروين، لكن يبدو أنه الأكيد أنه اللي ادى الأمر بالعملية دي كمان شارب هيروين. واضح أن الهيروين منتشر كده زي الترامادول والفودو.